Azana!

العالمين الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله ثم أمده بلسان يترجم عما حواه القلب وعقله أما بعد سعادة محافظ محافظة بالقرن الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله آل حامد سعاده مدراء ورؤساء الدوائر الحكوميه ورجال الاعمال بالمحافظه حفلنا الكريم نحييكم بتحيه من القلب يطيب شذاها مسك وريحان وتحمل في طياتها حب ووفاء تحيه اهل الجنه يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الحفل حضورنا الكرام طبتم وطاب ممشاكم فحضوركم شرف لنا فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم انه اروع من الجمال اجتماع هذه الوجوه الطاهره في هذا المكان المبارك دائما ما تحمله المناسبات الوطنيه اهداف تهم المجتمع بأسره وها هو اسبوع المرور العربي لعام 1439 هجري 2018 ميلادي الذي تحتفل فيه دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي كاملا احتفالا توعويا ارشاديا تثقيفيا تحت شعار التزامك بالنظام دليل وعيك. ايها الحفل الكريم خير ما نبتدي به حفلنا ايات عطره من كتاب الله الكريم يتلوها على مسامعكم الرقيب اول محمد سالم الحارثي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إنه كان إنه كان ظلوما جهولا سعادة محافظ محافظة بالقرن مدراء رؤساء الدوائر الحكومية أيها الحفل الحضور نترككم الآن مع كلمة مدير شعبة مرور محافظة بالقرن الرئيس رقبة محمد علي القرني فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إما بعد سعادة محافظ محافظة بالقرن، سعادة مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، إخواني الحضور، نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم زملائي منسوبي شعبة مرور محافظة بالقرن كافة، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم بمناسبة أسبوع المرور العربي للفترة من 14 مايو لعام 2018 ميلادي من كل سنه وإن شعار هذا الأسبوع لهذا العام التزامك بالنظام دليل وعيك. وإن الهدم من هذا الأسبوع هو التوعيه المرورية لكافة مرتادي الطريق لتوعيتهم من مخاطر الطريق وما قد ينجم عنه من حوادث مرورية وكذلك التوعية للمحافظة على السلامة المرورية على كافة الطرق وإننا ولله الحمد ننعم في هذا الوطن بالرخاء والامن والامان ولقد يسرت حكومه خادم الحرمين الشريفين كل ما في وسعها فانشات شبكات الطرق في المملكه بمواصفات عاليه جدا ومن منطلق المسؤوليه فان فانه واجب علينا لا بد من تذكير كل قائد مركبه بشان السلامه المروريه وهي مطلب من كل شخص ان يحافظ على سلامته أن يحافظ على سلامة وسلامة الآخرين من التهور في السرعة وقطع الإشارة والتجاوز الخاطي والمخالفات الأخرى وأن يتقيد بالتعليمات الخاصة بنظام المرور ولذا, فإن ولذا نامل من كل رب أسرة أن يثقف أبناءه على النظام والتعليمات المرورية كما نتمنى من كافة المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات توصيل رسالة ثقافية التوعوية للطلاب بشان السلامة المرورية لا سيما ان الحوادث المرورية يذهب ضحيتها اغلب الشباب الذين هم جيل المستقبل المشرق ولقد يعود السبب هو عدم الوعي بالانظمة المرورية والتهاون فيها وعدم ثقافة البعض منهم وان الادارة العامة للمرور ممثلة في ادارة مرور منطقة عسير شعبة مرور محافظة بالقرن تبذل قصارى جهدها في المشاركه المجتمعيه في كافه المؤسسات والدوائر الحكوميه فيما من شانه نشر التوعيه المروريه على مدار العام وليس في اسبوع المرور فحسب وفي الختام اتمنى للجميع السلامه الدائمه وان يحفظ الله هذا الوطن تحت رعايه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز طال الله في عمره هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ضيوفنا الكرام ايها الحفل الكريم بهذه المناسبه الجميله نترككم مع ندوه بعنوان استعمال الاساليب الفيزيائيه الحديثه في مكافحه حوادث الطرق مقدمه من المعهد الصناعي الثانوي وكليه التقنيه بمحافظه بلقرن من إعداد الدكتور رمزي العربي نظراً لضيق الوقت اختصرنا المحاضرة هذه في ظرف ربع ساعة إن شاء الله حتى ما بين عشر وخمس دقائق نوفوها إن شاء الله هذه المعادلة هي هذه المحاضرة هي محاضرة توعوية تم الشباب وتم كافة الأعمار باش يعرف الإنسان حدا طريقة كما يقولوا استعمال سيارته وشو اللي كما يقولوا الأجراءات اللي يقدر يسويها في في إحدى حوادث ولا اي شيء زي هيك المفيد هذا يقول لك احد اسم المحاضره هي استعمال المعادلات الفيزيائيه الحديثه لتجنب حوادث الطرقات نظرا لضيق الوقت هذه المقدمه واسباب العامه الحوادث الأسباب المقدمه والاسباب العامه الحوادث هذه معروفه للناس كلها بنتغاضى عنها طريقه قراءه السائق والمترجل لسرعه السياره يعني الناس كلها بتعرف اللي سرعه السياره تبعه 80 كيلومتر في الساعه 70 100، 120، لكن في النظام العالمي دائماً نقيسوا السرعة عن طريق المتر في الثانية لهيك عندنا طريقة قراءة السرعة نغيروها من كيلو متر في الساعة للمتر في الثانية هي معادلة بسيطة الكيلو متر هو ألف متر والساعة هي 3600 ثانية يعني نضربه في ألف ونقسمه على 3600 تعطينا مباشرة المعادلة شوفوا هون في 180 كيلومتر في الساعة يعني في سرعة 180 كيلومتر في الساعة باش تكون سرعته في الثانية الواحدة 50 متر في الثانية يعني أي شخص ينشغل بجواله ولا ينشغل ب ولا يم... سيجارة نزلت منه على الأرض ولا زي هيك يعني كما يقولوا أي شيء ينشغلوا باش يترك يعني كما نقولوا مجال قرابة ثانية ثانيتين يعني 100 متر أقل شيء 100 متر في الثانيتين هذول يعني انسان قوش عليه مغمض العينين في 100 متر كامله ما يقدرش يتحكم في السياره تبعه أه شو قلنا هون مسافه الوقوف شو هي مسافه الوقوف مسافه الوقوف هي مقسومه لجزئين مسافه رده الفعل يعني اي شخص عنده رده فعل ردة الفعل تكون دائما من 1.5 ثواني إلى 5 ثواني هذه للإنسان العاقل الواعي اللي مش شارب مثلا هذا دواء مثلا هذا كيما نقول واحد يغيب عن وعي ولا اي شيء كيما نقول واحد ياثر فيه ولا ناقص نوم الاعمار تبعهم تكون مثلا من 25 بنقول من لكم واحد من 35 الى 45 هذا عندهم ردة فعل عاليه جدا تكون 1.5 ثواني بس هيك وبعدين شو عندنا مسافه الفرمله مسافة ردة الفعل يقول لك تختلف ردة الفعل السائق والمترجل عنده شعور بالخطر من شخص إلى شخص آخر فهمت كيف؟ من شخص إلى شخص آخر وقت ردة الفعل سائق أو مترجل سليم يكون بين 0.5 و, و 2 ثواني التعب والسكر المخدرات النعاس الدواء المخدر هم يؤثروا كمان على ساعة وقت ردة الفعل علميا يقول لك الأشخاص الذين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثين و وخمسين سنة لديهم ردة فعل عالية جدا. بعدين شو عندنا؟ عنا حساب مسافة ردة الفعل هي معادلة فيزيائية بسيطة دائما نضرب نأخذ كيما يقولون أربعين كيلومتر نشيلو رقم أربعة نشيلو الصفر ونتركه رقم أربعة ونضربه في ثلاثة دائما. مثلا مية وثمانين كيلومتر في الساعة تعطينا 18 ضرب ثلاثة تعطينا خمسة وأربعين متر أقل شيء. مسافة الفرملة مسافة الفرملة تتقيد بنوعية الطقس بنوعية الطريق نوعية الفرامل فهمت كيف هذه هي مسافة الفرملة شو تقيد بها نوعية السيارة حجم السيارة ثقل السيارة زي هيك هذا كما واحدة شو شو بعد بعدين في الأخير تلقانا دائما يقول لك هون هذا تأثير حالة المسافة بخمس أشياء مهمة حالة الطريق حالة الإطارات حجم وقوة السيارة ثقل السيارة وسرعة السيارة وهذا أهم شيء بعدين الحساب يقول لك مثلا هون مسافة الفرملة نعمل معادلة بسيطة يقول لك تشيل الصفر دائما من حدا من السرعة وتضربه مرتين يعني ست ستين يعني مثلا ناخذوا ستة ضرب ستة ضرب صفر فاصل خمسة تعطيك مثلا ثمنتاش متر في المية وستين وفي المية وثمانين شوفوا هون مية وثمانين ضرب ثمنتاش ضرب ثمنتاش ضرب, ضرب صفر فاصل خمسة تعطينا مية واثنين وستين هذه هي بصفة عامة يعني هذا المسافة اللي بشي تقف السيارة نهائيا اقل شيء يقول لك هون مثلا في سرعه في سرعه 100 متر اقل شيء 80 متر اقل شيء 80 متر باش تقف السياره في سرعه 180 متر اقل شيء 216 متر لو كان عرضها اي شيء امامها مثلا حجر ولا اي شيء تنقلب مباشره لكن في طريق مستويه تقف السياره يقول لك في 180 كيلومتر في الساعه تقف السياره بعد 216 كيلومتر السرعه والطاقه الحركيه، أهم الأشياء هي الطاقه الحركيه عندنا في السياره، ما معنى كلمة الطاقه الحركيه؟ الطاقه الحركيه هي كما يقولوا كتلة السياره هي معادلة كتلة السياره نصف كتلة السياره ضرب السرعه تبعها. تتحكم فيها الحجم والسرعه كمان. به، بعدين الطاقه الحركيه والتصادم. يقول لك من اهم الاشياء احنا مرينا عليها الطاقه الحركيه في اشياء كثيره نقدر نسولف عليها لكن الطاقه الحركيه والتصادم ما معنى كلمه الطاقه الحركيه الطاقه الحركيه يعني قلنا أحدق اي جسم قاعد يتحرك عنده طاقه حركيه خاصه به الله لا يقدر في حادث من الحوادث السياره مين باش يوقفها باش توقفها سياره ثانيه لكن الطاقه الحركيه تبعها وين باش تروح باش تروح في الاجسام الغير ثابته شو هي الأجسام الغير ثابتة اللي هي مثلا عندك عدة موجودة في الشنطة تبعك، عندك أغراض في السيارة، وشو كمان والسائق كمان والأشخاص الموجودين معك. يعني الطاقة الحركية تبعنا ما عادش باش تكون في السيارة باش في جسم الإنسان. جسم الإنسان باش يطلع من الجزاز، يا إما يطلع من الجزاز لو كان مش لابس حزام الأمان. لو كان لابس حزام الأمان باش تنقص له مثلا نقولوا 60% من حجم الضرر. لكن لكن وهذه أهم شيء ما يعرفوش الناس كلها اللي في الطاقة الحركية تبعك جسمك باش يوقفوا الحزام لكن أعضاءك من جوا مين يوقفها؟ القلب، الرئة، مين يوقفها؟ توقفها العضلات والشرايين أهم شيء توقفها الشرايين وشو كمان والأعصاب يعني القلب هون كي نشوفوا نحن كي نقولوا شوف الطاقة الحركية كي تضرب مثلا في البلياردو كيفاش تتوزع على الكرات قلنا في التصادم هون الطاقه الحركيه قلت لك القلب مثلا يوقفوا توقفوا الشرايين لكن علميا يقول لك فوق سرعه 130 كيلومتر في الساعه جسم الانسان لا يتحمل الطاقه الحركيه هذه لهيك حددوا 120 كيلومتر في الساعه هي السرعه العالميه يقول لك ليش لانه احتمال طاقه احتمال الانسان في جسمه لازم ما يفوت السرعه اكثر من 120 في 130 واكثر شو بيصير في المية وستين في المية وثمانين القلب مين يوقفه هون شوف باش توقفوا الشرايين شو بيصير له باش يصير له تمزق من جوا تمزق في الأوردة لهيك تلقى الجسم سليم سبحان الله في تلقى الجسم سليم لكن يصير له نزيف من جوا وشو كمان في إشي ثاني هو الارتجاج في المخ اللي هو أخطر شيء يصير على مين على اللي اللي صاحب الحادث يعني كثير من الاشخاص يقول لك على سرعه 130 وقام سليم ويتحرك ما بين الناس لكن بعدين يقول لك توفى في المستشفى شو صار له يا اما صار له تمزق الشرايين من جوا تمزق عضلات من جوا او يصير له ارتجاج في المخ ونزيف في المخ وهيك نصائح عامه ناس كلها تعرف النصائح العامه لكن انا باش نعطيكم نصيحتين ما يعرفهمش ولا شخص اللي فوق سرعه 130 علميا الحادث مميت وشو كمان؟ يقول لك الناس كلها تقول لك السيارات القديمة هي أفضل من السيارات الحديثة غلط، هذا أكبر غلط لأنه أجهزة الحماية المتوفرة في السيارات الحديثة هي مضاعفة ميتين بالمية من السيارات القديمة يعني عندك حزام الأمان، عندك مقل الوسادة، عندك كثير من سبل الحماية وهيك مقول وحدة نجي الآخر مشوار تبعنا اه إن شاء الله نكون وفيت هي محاضرة شيقة مدتها أكثر من ساعة قرابة ساعة إلا ربع لكن نحن اختصرناها بصفة عامة أخذنا النقاط المهمة بس هيك إن شاء نكون وفيت وكفيت وإن شاء تكون فرصة ثانية ناخذ محاضرة كاملة فما أشياء أخرى ما ما سولفناش وفي نهاية وفي ختام هذا هذه نقول واحدة المحاضرة اتوجه بالشكر الى مدير مرور محافظه بلقرن اللي هو اتاح لنا الفرصه هذه للتوعيه للناس وان شاء الله تكون عامه للناس كلها وافدنا جميع الناس شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام اما الان حان وقت تكريم المشاركين معنا في نجاح هذا الحفل وهم على النحو التالي درع مقدم من شعبة مرور محافظة بالقرن لسعادة محافظ محافظة بالقرن الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله آل حامد درع لمدير شرطة محافظة بالقرن العقيد مبارك محمد القحطاني <applause> درع لعميد كلية العلوم والآداب بمحافظة بالقرن الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن القرني وشهادة شكر استلمها بالنيابة يعني درع لمدير المعهد العلمي لاستضافتهم الحفل فلهم منا جزيل الشكر والعرفان يستلمها مدير المعهد الاستاذ محمد بن حوفان القرني <applause> السلام عليكم. درع للراعي الرسمي للحفل شركه سعد بن خفير المسعد استلمهم بالنيابه خالد درع للراعي الذهبي للحفل شركة علوان حارثي درع للراعي الماسي للحفل مؤسسة بي يحيى تفضل يا محمد بن يحيى تفضل على طول استلم شهاده شكر وتقدير لمدير الدفاع المدني شهاده شكر وتقدير لمدير اداره مكافحه المخدرات شهاده شكر وتقدير لرئيس بلدية محافظة بالقرن شهادة شكر وتقدير لمدير مكتب الأحوال المدنية أستاذ فهد العلياني شهادة شكر وتقدير لمدير مكتب تعليم بالقرن

شهادة شكر وتقدير لمدير هيئة الهلال الأحمر. شهادة شكر وتقدير للمعهد الصناعي الثانوي وفرع كلية التقنية بمحافظة بالقرن يستلمها الأستاذ زبران الحارثي. شهاده شكر وتقدير لوكاله التميز للدعايه والاعلان شهاده شكر وتقدير للدكتور رمز العربي واخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافاتموه ان قلنا شكرا فشكرا لكم لن يوفيكم حقكم سعيتم فكان السعي مشكورا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع رجل يصور في نفس اللحظه <applause> <applause>